طيب نيجي نشوف سيكيورتي بلس 701 كورس اوبجيكتيف الكورس بيحتوي على شنو؟ كورس بتاع سيكيورتي بلس الحياة الموجودة هنا ده ده الحياة اللي انت مسؤول منه هتمتهن فيه وانا هنمر عليه كله حاجات دي هنمر على كله ونشره بالتفاصيل بالتفصيل يعني فحسي بس نشوف بالضبط الكورس بيحتوي على شنو فده زي جايد لاينز بتاعنا السكيورتي بلس اكزام كورس Objective طبعا اكزام اسمه 701 701 من بدا هسي له زي 3 شهور فقط باخد 3 سنة قدام بكون شغال بعد ذاك بيجي 801 لأنه ظروفات 601 انتهت already شغال لكن already انت 701 وبيشتغل داك لحد شهر 6 فزول القرى 601 ممكن يمتهن لحد شهر 6 بعد داك بعد داك خلاص 701 ثلاثة سنة لقدام من هسي طيب دي الخمسة دومين 1 2 3 4 5 ده بيتكلم عن الاكزام ممكن تقراه شرحناه في بتاع برضو بتكلم عن الاسئلة بتاع الامتحان و زمن بتاع الامتحان وكده كويس طيب هنا الدومين طبعا قلنا الدومين دومين 1 لحد دومين 5 او شابتر 1 تو شابتر 5 المجالات طبعا ال general security concept, um, 12% threat vulnerability and mitigation, 12, uh, 22% security architectures, 18% security operation, the filmia, 28% security program and management, and over sign that is 20 percent total is 100 percent. the baden empty hands that to con the same exam. Yannin done is better as baden bukun fil empty So this is the biggest one, right? Chapter four 28 percent. That the chapter one is a shorter one 12 percent type. ده الـ chapter one general security concept بيكون فيه uh, جزء الأول بيتكلم عن type of security control والجزء الثاني بيتكلم عن ال بيتكلم عن physical security بيتكلم عن ال uh, CIA بتتكلم عن ال عن ال عن الداتا بعد كده بيجي الجزء الثالث بتكلم عن ال change management ده احنا بس نمر عليه مرور سريع لكن الحاجات ده كلها هندرسه لما تخلص security plus انت بتكون عارف الحاجات ده كله مقصود بوشنو كيف تتعامل معه ف حاجة بتخط في راسك من حسي أنه أي حاجة هنا نتكلم من ناحية السيكوريتي من ناحية السيكوريتي فقط يعني لو قابلنا أي تكنيكال شيء إحنا ما بنمشي في مجال كونفجريشن و وكذا وكده لكن نمسك الجانب اللي بخص السيكوريتي السايبر سيكوريتي أوكي طيب هنا آه... في سكشن 4 بتكلم عن كوتاغرافي كوتاغرافي معناه تشفير و فيو فور سكشنز الجزء الاول بيجي جابت... جابتر 2 فدا بتكلم عن الثريت المهددات والثغرات والمتيجيشن كيف نقلل منهم هنيجي نتكلم عن كل الثغرات انواع الثغرات الموجوده شنو يعني لانه نعنو... عشان يحصل سايبر سايبر اتاك عشان يحصل هجوم سيبراني او هجوم بتاع سايبر سيكوريتي لازم يكون في ثغره في جهاز او ثغره في السيستم وكده فنجي نتكلم عن كل الثغرات دي وكيف نكفل الثغرات دي وانواع الثغرات دي شنو ونجي نتكلم عن ال اكترز منو الناس اللي سببوا ذاته الهجوم ده يا نوع من انواع الهاكرز نتكلم كل انواع الحكر نتكلم عن دوافع بتاع الناس الحكر ذات شنو كويس ثريت ثريت اكترز هم منو من الناس اللي بيسببوا الهجمات وشنو الدوافع بتاعهم الموتيفيشن بتاعهم شنو ونايه نشوف برضو نتكلم عن ثريت فيكتورز عن اتاك سيرفيس ونين نشوف اتاك بتاع البتين في في المسجد ونجي نشوف الاتاك البتين في الفايلات في الفويس و في الأجهزة في أنواع الأجهزة وكده ونجي نتكلم برضو في حاجة يقولوا السوشيال إنجينيرينج أو الهندسة الاجتماعية زي السوشيال ديستنين اللي هاي يسموه سوشيال إنجينيرينج سوشيال إنجينيرينج أنه كيف الناس بيحتالوا على الناس عشان ياخدوا معلومات مثلا واحد بيتصل بيك يقول لك يا اخي انا ضارب لك من كذا 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 وبقوم بيحتالك يقول لك داير رقم الكارت بتاع بنكي بتاعك او داير سوشيال سيكيورتي نمبر او داير ديت اوف بيرث والاثم وكده فنيجي نشوف الانواع دي بتم كيف إذا زول اتصل بيك بالتليفون وفي نوع بكون عن طريق إيميل وفي في أنواع بكون عن طريق فايلات وكده فده بيسموه سوشيال إنجينيرينج والسوشيال إنجينيرينج ده المفروض أي زول يعرفه اللي حياته يعني لأنه كيف تحمي نفسك وتحمي معلوماتك وتحمي آه تحمي أجهزة بتاعك وتلفونك وكده فإننا فيه باب كامل هيتكلم فيه بالتفصيل وكده برضه نتكلم عن الثغرات زي ما ذكرنا نجي نشوف ثغرات في الأجهزة و نشوف في ال... في الويب بيس ال... ال... ونيجي نشوف على آ... ال... نتكلم برضو عن ال cloud computing ال cloud لأنه حسي زمن بيجي زمن cloud لأنه ما في زول بمشي ما في شركة بيجيب يجيب أجهزة بيخطوا بيعمل داتا سنتر بس تمشي تشتري مساحة داير من شركات الكبيرة بتا كلاود زي الأمازون ومايكروسوفت عندهم أجهزة وعندهم مساحات أنت ما عليك إلا تشتري مساحة التخزين أو تشتري أجهزة منهم تشتري أجهزة ما مع معناه بيجيب لك فيزيكال جهاز بدوك بس لينك أنت بتتصل في اللينك ده واللينك ده بيكون مربوطة بكمبيوتر انت اشتريته وتحدد السرعة الدائر تحدد الرام ده الدائر وكده وبعد بحاسبوك بالزمن فبدل انت يكون لك اجهزة بملايين الدولارات ممكن تعجر بس الاجهزة دي الايجار و... تقدر تشتغل من أي مكان بلابتوب بتاعك بتاعه وأنت تكون شغال في كل الأجهزة بتاعك وتقدر تخزن وكده ده الكلاود الفكرة العامة الكلاود تخزين المواد في مكان تاني وأنت بتدفع بس قدر اللي اشتغلته اشتغلت ساعة بيدفعوا عقب ساعة وكده فا إذا في زمن نجي نجرب مثلا نعمل أكاونت لأمازون بدوك بدوك كمبيوتر أي زول ممكن يتحصل على كمبيوتر بسعة معينة وعندهم زي سبعمية وخمسين ساعة تقريبا فري تقدر تعمل كمبيوتر هناك وتشتغل فيه وكده إذا عملت زيادة من زمن داك بعد داك بحاسبوك يعني حسابهم ذاته زي ما حس شفنا كبير لما مشينا على على جوجل درايف بتاع جوجل مش قلنا بدوك خمستاشر جيجا بايت ده ما هو ده ذاته الكلاود انت بدوك تخزن معلوماتك في الكلاود بتاعك وبعد لو شفت انه عندنا مية جيجا بايت كله بدولارين و الف جيجا بايت بثلاثة دولار مشكلة ثلاثة دولار فالكلاود برضو رخيص يعني ما ما غالية يعني ما غالية انت مثلا دارك كمبيوتر سريعة جدا من كمبيوتر تاعك ده تقدر تشتري في كلاود وتقود حاجاتك في كلاود تعمل اي حاجة انت داير وكده هنيجي نشوف الكلام ده في الكلاود ونتكلم عن الكلاود و... وكده زي ما قلنا برضه نتكلم عن الفوتوغرافي التشفير والتشفير معناه انت المعلومات لما يكون ماشي في الكمبيوتر من شبكه لشبكه لازم يكون مشفره نشوف انه التشفير بتم كيف وكيف نشفرهم بشنو ونقدر لما نرسل حاجة مشفرة أو يجيك حاجة مشفرة كيف تفك الحاجة المشفرة ده وكيف عندك مفتاح يعطوا من مفتاح أنت تستخدمه عشان تفك التشفير ويعطوا من مفتاح تستخدمه في التشفير وكده فده ده هنتكلم عنه برضو في عملية الكتاغرافي أو التشفير وكده

ده كل انواع بتاع فيروس ونيجي نتكلم عن الفيروس نعرف الفيروس شنو وانواعه شنو وكيف نقدر نفرق من فيروس لفيروس نحن نفرقه من behaviors بتاع اي فيروس عنده حاجه معينه بيعمله من الحاجه اللي بيعمله ده نفرق انه نحدد انه ده يعطي نوع من الفيروس وكده وكيف نقدر يعني نعمل متيجات من, من الفيروس بعد ذاك نشوف الفيروس ذاته انواع ونشوف الفيروس وفي وورم الفرق بيناتهم شنو كده بعد كده نمشي لعملية الفيزيكال اتاك مثلا الباسورد اتاك كيف الناس بقدروا بعملوا اتاك للباسورد وشنو انواع بتاع الباسورد اتاك شنو الهجوم اللي بيتم على الباسورد اننا انواع من الهجوم نشوف الهجوم اللي بيتم على الباسورد ولا نتكلم برضو الهجوم هجوم على الشبكات النتورك اتاك شنو ال... يعني الهجوم اللي على الاتاك كيف الناس بقدروا بعمل اتاك لشركة وبوقفوا خدمات الشركة وكيف الناس مقدر مثلا يعمل اتاك ل... لبنك ويوقفوا خدمات البنك او كده بعد كده برضو نمشي في الويرلس الأجهزة بتاع ويرلس ونشوف الأبليكيشن أتاك ابليكيشن طبعا زي الصفحة, الصفحة الصفحات مثلا زي صفحة بتاع جوجل ولا صفحة بتاع اه اي ابليكيشن سهل نتكلم برضو بزوم زوم برضو تعتبر ابليكيشن زوم ولا اي ابليكيشن شنو الاتاك البتم عليه وقلنا برضو اه بعد ما نتكلم عن التشفير برضو نشوف في اتاك شنو الاتاك البتم الهجوم على على التشفير احنا قلنا قبل نعرف كيف نشفر وكيف نفك لكن شنو الهجوم البتيم عليه وكيف نقدر نتفادى الهجوم البتيم على التشفير وكده قلنا الباسوير طيب برضو في نفس الشابتر يتكلم عن ميتيجيشن تكنيكس كيف نقلل من الـ من الهجوم البتيم ده وكده يعني ده الطرق سيجمينيشن مثلا عندنا نتورك كبير نقوم نقسمهم لصغير نجي نشوف الاكسس كنترول يعني ايزول يعني مثلا شركة ايزول ندي اكسس لبيانات على حسب الوظيفة بتاعه يعني نعمل كنترول للاكسس و... و انكريبشن نعمل تشفير وهكذا بعد نيجي نجي لـ chapter 3 او دومين 3 ام سكيورتي اركتشر ففي السكيورتي اركتشر بنشوف الكلاود بنشوف الكلاود نشوف ثاني طيب انه ني نشوف انواع كلاود وني نشوف النتورك انفستراكشرز نشوف النتورك ذاته بتكون من شنو لما نقول كمبيوتر نتورك شنو الأجهزة بتكون فيه وأي جهاز نعرف نقاط الضعف بتاعه وكيف نقدر يعني نتفادى نقاط الضعف ده كده طيب بعد ذات نتحول تاني إلى في نفس chapter 3 نتحول في security ال انتربرايز انفستراكشرز انتربرايز طبعا قلنا اي شركه كبيره تسمى انتربرايز شركه كبيره فيها فروع تسمى انتربرايز نيجي نشوف السكيورتي بتاعو بتيم كيف يعني في الانتربرايز كويس ونيجي نشوف البروتوكولات بتاعو بتيم يعني مثلا شنو البروتوكولز البروتوكول هو مجموعه من نظم انه انت تت تتبعه عشان تحقق حاجة معينة كلمة مشهورة مثلا في البروتوكول ما مستخدمة كتير بس بقول لك يا أخي والله آه في بروتوكول مثلا مثلا بقول لك في رئيس جاي في بروتوكولات معينة مش إذا كان في رئيس جاي لدولة معينة في بروتوكول معين بالطبع مش كده بفرش الأحمر وبكون فيه يستقبلوا آه يستقبل الرئيس لازم يستقبل الرئيس وبعد ذاك لازم يعمل له سلام نقول شنو سلام جمهوري لدولته ويمشي يقعد شويه في في صاله كبار الزوار وكده ده بروتوكول تاع استقبال فنفس الحكايه الكمبيوتر لاي حاجه في الكمبيوتر عنده بروتوكول عشان حاجه تتنفس لازم يمشي بروتوكول معين يحصل كذا كذا اول بحصل كذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا ده بروتوكولز كويس ففي مجموعة من البروتوكولات موجودة فأنت لما تيجي تسمم كمبيوتر أي شركة ممكن تسمم كمبيوتر لكن لازم يتبع البروتوكولات عشان الكمبيوترات يتفاهموا مع بعض لو أي زول بيعمل حاجاته بطريقته أي شركة ببني أجهزة بتاعته بطريقته الأجهزة ما بيتفاهموا مع بعض لكن أي كمبيوتر ممكن يخش النت ممكن ياخد البروجرام ويشتغل وكده ليه لأنه في بروتوكول مشترك بيناتهم وكده كويس طيب نيجي نتكلم برضو عن ال security communications يعني نتكلم عن VPN ونتكلم عن TLS VPN طبعا private network uh, uh, virtual private network يعني انت عندك شبكة وعندك فرع في نيويورك وعندك فرع في كاليفورنيا ودايرين الفروع اللي يشتغلوا uh, نفس الشبكة نفس الداتا سنتر واحد لو عندك داتا سنتر مثلاً في نيويورك والناس في عندك موظفين مثلاً في كاليفورنيا كيف يتعاملوا مع بعض هل نوصلهم عن طريق إنترنت لا إنترنت غير آمن نعمل حاجة يسموها نستغل الإنترنت لكن نعمل حاجة بي ان Virtual Private Network نعمل تانيل تانيل في الإنترنت وتانيل بيشيل لنا معلوماتنا بس بكون ماشي مغلفة نغلفهم مع بعض وبشيل المعلومات من ال... من نيويورك بجيب لكاليفورنيا وهكذا كأنك انت قاعد وموصل الأجهزة بتاعك مع بعض لكن تستغل الانترنت وتعمل تانيل داخل الانترنت الشخص بقدر بخش فيه وما في فده بسموه في بي ان مثلا انا سالله لو شغال من البيت حقيقه انا اليوم كنت شغال من البيت فلما تكون شغال من البيت و عندك كمبيوتر تاع الشركة كيف تشتغل؟ تشتغل عن طريق الريموت اكسس صح؟ تشتغل عن طريق الريموت اكسس فتعمل ريموت اكسس لل... لل لل للشبكة بتاعك هل توصل كابل ف... from your home to... to your company؟ لا نستغل الانترنت لكن في برامج انا بيستغل بستخدمه بستغل... أه بخلق لي في بي ان بخلق لي تنل من هنا لحد الشركة بتاعي وكأنه قاعد في المكتب بتاعي بقدر استغل الانترنت واشتغل وما في حد بقدر بخش على على المعلومات اللي انا بتاع كأنه انت قاعد في الشركة ده بسموه في بي ان فنجي نشوف البي بي و ان ونشوف انواعه وكده يعني طيب طبعا نتكلم برضو هنا عن البروتوكولز نو داتا بروتكشن مش بروتوكول سوري كيف نحمي الداتا نجي نشوف انواع الداتا ذات عندنا كم نوع من الداتا في معلومات sensitive في معلومات confidential وفي معلومات public في معلومات عامه وفي معلومات خاصه ومعلومات سرية ونجي نشوف الداتا ذاته البيانات مثلا في الكمبيوتر سموه شنو البيانات الماشي في في الكيبل سموه شنو داتا ان ونشوف البيانات في البروسيس سموه يا نو كده وكيف نقدر نتعامل مع البيانات نخلي البيانات دي بيكون سكيور طيب نتكلم برضو عن الريزنسي ونتكلم عن الهاي افيلابيليتي ونتكلم عن السايت يعني السايت كونسيدريشنز مثلا عندك شركه وشركة ده عنده اجهزه شغال بعدك فجاه مثلا حصل مشكله كيف تقدر تخلي الشغل مستمر مره ضربنا مثلا مثلا حصل في السودان لما قام الحرب ربنا يوقف الحرب آه، ناس ناس الانترنت طوال الانترنت قطع من السودان وكده يعني ليه قطع من السودان طبعا ده خطا طبعا الشركه ما كان جاهز عشان كده الشركه مفروض تكون جاهز لاي ظروف يعني المفروض يكون عنده يا حد سايز يا كول سايز يا warm سايز اذا عنده حد سايز مجرد ما واحد من المحل الفيو سيرفرات أو الداتا سيرفر إذا حصل داون مفروض طوالي في خلال خلال دقائق بس الثانية طوالي يعمل باك أب وطوالي يدوره ويشتغل طوالي عادي أو ممكن يكون في ال ال فولت سايت ده بيحتاج ليوم ليومين وفي الوورم سايت مثلا بيحتاج لساعات طويلة وكده فده ما حصل في السودان يعني كل اسف ناس بيدفعوا قروش لكن قلوش. الشركات ما 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 كان قاعد توفي وده دلاله عن سوء اداره بتاع الدوله يعني الدوله المفروض يلزمك انت كشركه تقدم خدمه ضروريه للانسان مفروض يكون عندك مواصفات معينه هنا بسموه الكومبلاين مفروض يكون في مواصفات معينه للشركه والشركه وناس الحكومه مفروض يجي يشوفوا انه هل الشركه ده آه، قاعد يعمل كومبلاين ولا لا فلو ما قاعد يعمل كومبلاين المفروض يوقفوه يعني يعني ما ممكن انه انت الناس معتمدين عليك في تحويل القروش الناس معتمدين عليك في المحاضرات و كشركة انترنت بقى حاجة اساسية فيجي يحتلوا واحد من المراكز بتاعك وتقول خلاص لانه قفلوا السيرفرات و الخدمة داون انا اكسبتبل طبعا اذا في دولة محترمة يعني لكن طبعا هو احنا دولنا كده فمفروض تكون هنا في امريكا ما ممكن يحصل زي ده نهائيا يعني, يعني مثلا شركة انترنت مهما يكون اصلا ما ممكن يجي انترنت حتى لو لو حصل شنو يعني لو عندهم مثلا عندهم مراكز كتيرة برا من المراكز عندهم حد سايد يعني عندهم حد سايد جاهز مجرد ما يحصل مراكزهم ده كله يحصل بتاع مفروض في خلال دقائق الشبكة يرجع زي ما هو نيجي يعني نشوف الحاجات دي كله كده نشوف برضو التستين ونشوف الباك اب ونشوف الباور باور برضو مهم طبعا لانه احنا كسايبر سيكوريتي ثلاثة حياة السايبر سيكوريتي السي اي اي كونفيدنشال انتجريتي ان افيلابيلتي افيلابيلتي ما مسموح لشركة البزنس بتاعه يكون داون اكتر من دقائق او ثواني كويس لازم يتحل اي مشكلة فيه يكون فيه احتياط من الباور مثلا الكهرباء لازم يكون فيه جنريتر وفي اللي يو بي اس وكده مهما يكون ما في اي مبرر في باك اب باك اب اي داتا مفروض يكون في باك اب لو حصل دمت لواحد مفروض يكون طوال التانية نقدر نعمل منه ريكفري وكده طيب في chapter 4 security operations تقريبا ده أطول chapter نتكلم عن security baseline ونتكلم عن mobile solution نتكلم عن wireless نتكلم عن application security ونتكلم عن شنو wireless devices كويس ونتكلم برضو عن الحاء على تكلم عن الهاردوير والسوفتوير عن داتا أسيت مانجمنت كيف نقدر نعمل مانجمنت للداتا أسيت بتاعنا وتكلم أي أيضا عن الال vulnerabilities مانجمنت كيف نعمل مانجمنت لل vulnerabilities وها عن كيف نعمل مونيتيرين ونشوف التولز الأجهزة اللي نستخدمه في المونيتورينج ونجي مثلا نتكلم عن ال عن ال firewall ده طبعا بيسموه the first defense line يعني أول خط بتاع بتاع الدفاع بتاع, بتاع الداتا بتاعك بيكون firewall ال firewall firewall ده أي زول هسه في الكمبيوتر بتاعه موجود عنده firewall ده ده أول حاجة لو في أي اختراق أي فيروس أول حاجة بيقابله بعد كده نتكلم عن إنديشن اي دي اس اي بي اس بسموه انديشن بروفنشن انديشن ديتكشن يا جماعة الكلمات ده لو غريب بالنسبة لك ما مشكلة لأنه أنا قاعد أغطي بس ده الكورس course objective فما يعمل لك هذا just استمع له ساعد كده هنتكلم عن الكلمات ده كلها وبعدين تفهم الكلمات ده بتجلك عادي جدا ما تشوف كلمات ده بتجلك بس بتجلك كبيرة وحياة ما مفهومة وبدخلك فيها حياة ده نفهمه كيف لا نيجي نشرح الحاجات ده كله عادي نكسره قطعة 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 ونفهمه بصورة بسيطة جدا وكده فهسه بس انت افهم الصورة العامة بس افهم الصورة العامة نشوف الايميل سيكيورتي كيف نعمل الايميل سيكيورتي نجي نشوف identity and اكسس management كيف uh, نديك اكسس مثلا زي ما قلنا المدير نديه صلاحيات بتاع المدير والموظف نديه صلاحيات الموظف والمهندس نديه صلاحيات المهندس ونجي نشوف اكستريشنز Uh, security operation وبعدك نمشي في نشوف كيف نعمل reporting شنو البروسيس بتاعه نمشي في اللوك لوك ده يا جماعة بقوله السجل سجل أي كمبيوتر عنده سجل أي حاجة أنت بتعمله في الكمبيوتر بتاعك ده بكون مسجل في سجل بيسجله زي دفتر الأحوال اليومية مش بيسموه زي ده حاجة زي ده يعني أي حاجة تعمل في الكمبيوتر عملتها ماوس كليك كتبت كده في, في في فايل بكون موجود الحاجات دي إذا حصل أي مشكلة الناس بيرجعوا لدفتر السجلات أو لوك فايل من دفتر السجلات أي جهاز عنده لوك فايل كويس عشان لو حصل أي مشكلة برجعوا لللوك بيجي حصل شنو مثلا أنا جيت آه، فتحت جوجل طبعا بقول اول هاي جيت فتحت الكمبيوتر يوزر نيم بقول يوزر نيم كذا فتح الكمبيوتر الساعه كذا وكده اما ضغط ل مثلا كتب مثلا جوجل دوت كام الساعه كده جوجل فتح له مشى مثلا كتب ايميل بتاعه فتح كتب الايميل خطا مره الاول ومره التانية ومره الثالثه كتبه صحيح وفتح ما. كل الحاجات دي مسجله سموه شنو اثنين الانسان عنده 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 لوك فايل بسموه شنو اللوك فايل بتاع الانسان بيسموه شنو بعدين لما تمشي بغادي بيسالوك مش بقول إنسان عنده رقيب وعتيب مش كده صحيفه صحيفه العمل صحيفة الأعمال بالضبط دي ده مش قالك بيسجلوا أي حاجة أنت بتعمله وبعد آه بعدين بقوم بيجيبوا صحيفة الأعمال اللي عملته كله مشكلة نفس الحكاية الكمبيوتر أي جهاز عنده صحيفة أعمال بتاعه سموه لوك فايل فزي ما قول ربنا يحسن our log files ف عشان كده لما يحصل اي كرايم في النهايه بقدروا بصلوا عليك مهما تكون وين انت في هاي بيسموه فرنسك احنا نتكلم عنه فرنسك فرنسك معناها شنو لما يحصل جريمة مش بيجيبوا ناس بتاع فرنسك بسموه ال ال الأدلة الجنائية مش كده بيجوا ناس أدلة جنائية في دكتور وفي معرف أعرف تكنيشنز وبيقعدوا بيشوفوا البصمات و بيقيسوا حاجات وبيشوفوا أي أدلة بيشيلوه وكده مش كده عشان يقدر يرس يرسم الجريمة مشكلة في النهاية عشان يرسموا حالة الجريمة ده حصل كيف إذا الجريمة غامضة وكده في النهاية بقدروا بصلوا على الجريمة ده حصل كيف إذا ما كلمون برضو بالأدلة الموجودة مش كده فرنسيك إحنا برضو إننا نفس الحكاية في الـ في الاي تي إننا فرنسك فا إذا حصل أي أتاك بيجوا ناس الفرنسيك بقوم بيشيلوا كل الأجهزة بمشوا بفكك كل الاجهزه ده بمشوا لللوك فايل وبعد ذاك بدرسوا اللوك file بالضبط حصل شنو بقرو الحاجات الموجودة في اللوك فايل ده كله وبعد ذاك بعرفوا طبعا الداتا لما يكون في الكمبيوتر موجود وين في الـ في, الـ في الهارد ديسك وفي الرام وفي السيستم وكده في داتا مجرد ما تكفي الكمبيوتر بروح فببدأ بالحياة البروح وبعد بجمع عليه للجناية وفي النهاية يستجيبوا الناس بيستجوبوا الناس وبعد في النهاية بقدروا بصلوا بالظبط الحكر ده حصل شنو كده يعني هنتكلم برضو عن فرنسيك ونجي في خطواته شنو ببدو كيف وشنو التيم اللي بتكون منه وكده وبعد نمشي في كابتر الأخير تاع مانجمنت نتكلم عن البيس لاينز نتكلم عن البوليسيز نتكلم عن بروسيدرز نتكلم عن ستاندرز نتكلم عن ريجوليشنز ونيجي نتكلم برضو عن الريسك assessment كيف نقدر نحدد نعمل assessment نعمل تحليل الريسك وكيف نعمل البروسيس بتاع الريسك assessment شنو ونعمل ريسك نعمل analysis وكده ده باب برضو كبير جدا وبتاع الريسك بيساعدك انك انت بعدين ممكن تشتغل في عملية الريسك assessment او الريسك analysis ونجي نتكلم برضو عن الاجريمنت مثلا الاجريمنت الشركات بين الفاندرز والشركات وكده ونجي نتكلم برضو عن الاوديتين المراجعة و وعلاقة الحكومة شنو يعني ب بالامن تاع معلومات وكده يعني الحكومه ذاته عنده شروط انه لازم يكون في امن المعلومات كذا وكذا وكذا وكده تقريبا ده اخذنا كده جوله كده خفيفه كده على المنهج كله بصوره عامه فزي ما قلت لك ما تنزعج من الكلمات الكتيرة اللي انا ذكرتهم اول مره ممكن تسمعهم وكده فالكلمات ده بيكون بالنسبه لنا ليترون بقى لك عادي وكده يعني. فده جولة عامة عن الصورة عامة عن الكورس بتاع السكيورتي بلس الميزة بتاع السكيورتي بلس بغطي كل الجوانب فكل جانب اتكلمت عنه ممكن تشتغل بس في جانب واحد بس في طبق واحد ده بس ممكن تكون وظيفة في الطبقة الواحد فده فيه مجموعة أكتر من مية ممكن تلقي وظيفة هنا في الكلام اللي اتكلمنا فيه ده كده يعني ريسك براو شغل أي جانب من الجوانب اللي اتكلمنا فيه ده ممكن تكون اسم وظيفه في السايبر سيكيورتي بعد ذاك السايبر توسع يعني اذا مشيت قدام اشتغلت او دار تطور تلقى نفسك تتخصص في حاجه واحد بس تمشي فيه وليه تمام ده الكلمات الموجودة بالتعريف بتاعه مختصرات طبعا مهمة انك تعرف الاختصار والمعنى وشنو ده مهم في جزء بكون انت بتعرفهم قبل كده وكده ده بعد السوفت وير تقريبا ده كورس uh, اوبجكتيف بتاع سكيورتي بلس في اي سؤال في كورس اوبجكتيف ده؟ any question فما دار زول يسأل بس يقول ما فاهم حاجة هو ده يعني ده جولة عامة بس عشان تعرف فكرة عامة يعني لكن هنمر فيه بالتفصيل كتير وكده طيب خلينا ناخد 10 minute break ونجي راجعين نبدأ في chapter 1 فناخد 10 minute break ونجي راجعين <applause> أشوفكم بعد عشر دقايق يا بلادي بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي مآثرنا كالفرديس بيضها من النيل في أباطحها يقول العيشة وهي تحتضن